النهاردة هنتعلم مع بعض غرزة العمود بلفة الأمامية والعمود بلفة الخلفية. العمود بلفة الأمامية بالإنجليزي اسمها Front Post Double Crochet Stitch واختصارها FPDC، أما غرزة العمود بلفة الخلفية فبالإنجليزي اسمها Back Post Double Crochet Stitch واختصارها PPDC، ورمزهم الاثنين في الباترون موجود على الشاشة. غرزة العمود بلفة الأمامية بتبقى غرزة عمود بلفة عادية خالص، لكن بتبقى بارزة عن غرزة العمود بلفة العادية، وبتعمل سطر كده. لما بنعمل سطور فوق بعض بتعمل عمود بارز. ظهرها لو زي شفنا هنا العمود الأمامي ده بتبقى الغرزة الأمامية، ولما بنعمله في الظهر بتبقى دي اللفة الخلفية أو العمود الخلفي. فلما بنشتغل سطر أمامي وسطر خلفي فبتعمل زي ما احنا شايفين كده نسيج عواميد في القدام وورا. نشوف هنشتغلها مع بعض ازاي. ده سطر من غرز العواميد بلفة. هنبدأ نعمل 3 سلاسل الارتفاع. هنبتدي باللفة بتاعت العمود بلفة بتاعنا. المفروض الطبيعي ان احنا في الغرز عادة بندخل هنا في الفي بتاعت الغرزة اللي في السطر اللي تحت. لا، احنا المرة دي هناخد اللفة بتاعتنا ونبدأ ندخل الابرة من ورا الغرزة نفسها اللي تحت، غرزة العمود اللي تحت كده. عدينا الابرة كده وبنسحب الخيط من وراها، فعملنا 3 حلقات بتوعنا وكملنا غرزة العمود دي، لكن في صورة أمامية أو لفة على الغرزة اللي تحت. تاني بس هنعمل غرزة عمود بلفة عادية علشان بس نبين الفرق بينهم. ادي الغرزة اللي عليها الدور، بلف الإبرة من وراها زي ما احنا شايفين كده، بخليها تطلع كده الإبرة بتعديها، وبلف الخيط واسحبه فبيلف عندي حوالين الغرزة، وأكمل خطوات غرزة العمود بلف. نعمل غرزة تانية عادية، دي اللي عليها الدور، نعمل فيها العمود الأمامي ادي اهو، غرزة عادية اهي دخلنا في دي غرزة أمامية اهو، عديت الإبرة من وراها فبقت بارزة كده، ولف الخيط يلف هو كمان من وراها، يلف كده حواليها، كملت العمود. ده عمود عادي وده أمامي اهو، الإبرة لفت بالخيط لف حوالين الغرزة اللي تحت. تمام كده احنا شايفين العمود العادي اهم، الاتنين فوق بعض مش بارزين، لكن العمود اللي بلفة خلى الغرزة اللي تحت برزت واللي فوق فعملت عمود بارز. تمام كده دي أمامية. نشوف الخلفية. هنعمل 3 غرز سلسلة الارتفاع. دي الغرزة طبعا اهي بنحددها كلها بطولها عشان هنشتغل حواليه. دلوقتي الخلفي هعمل ايه؟ انا لفيت الحلقة بداية الغرزة العمود، هدخل الابرة زي بص الابرة كده، هتلف هتخلي لي الغرزة بتاعتنا تبرز بس من الخلف من الناحية التانية، يعني لما بص عليها من قدام هلاقيها دخلت لجوه والإبرة هي اللي باينة، ومن ورا هنا الإبرة لفت خلتها تبرز من ورا، ولف الخيط واسحبه وخليه يعدي من ورا. تمام، فاحنا هنلاقي ان الغرزة بقت داخلة لجوه
والخيط لافف من ورا اهو. تمام، نكمل بقى ايه العمود بتاعنا. نعمل برضو غرزة عمود عادية، ندخل هنا عادي جدا عشان يبقى نبين الفرق. اللي عليها الدور اهي، ابينها كده والف الخيط على الابرة، والف الابرة من وراه فتبقى بارزة من ورا، ولاقيها دخلت كده من قدام وبرزت من ورا. نعمل غرزة عمود اهي عادية، دي اللي عليها الدور اللي هنعمل فيها اللفة الخلفية. الابرة بتلف منين؟ من ورا كده، طلعها لي لورا والف الخيط اسحبه من حواليها واكمل العمود. نعمل غرزة عادية، ودي اللي عليها الدور اهي، الابرة دخلت سحبت الخيط لفت. تمام، عملنا غرزة عمود عادية تانية، الابرة كده لفيناها من حوالي، غرزة عمود عادية. هنبص بقى ليها كده من قدام، هنلاقي الغرز اللي اتعمل فيها العمود الخلفي بقت جوه، دخلت كده جوه بقى مكانها اهو زي ما احنا شايفين. وده العمود العادي وده الخلفي، فبقى في فراغ هنا او دخلت لجوه، وده العادي كده. لما نلفها هنلاقي بارز من الظهر. تمام، فانا هنا بقى لما اكمل، انا هنا عملت السطر ده كان عمود امامي، فلما هاجي اعمل السطر التاني نبدأ ثلاث غرز سلسلة الارتفاع، ده كده عمود عادي. تمام، اعمله عمود عادي برضو، واجي بقى هنا عندي كان في الاول عمود امامي، فعلشان اكمله ويبقى مكمل بنفس الشكل ويبقى خط طويل بارز، لما هلف هعمله خلفي. يعني انا لما هبدأ السطر الاولاني بعمود امامي، لما هاجي السطر اللي بعديه هشتغل خلفي. تمام، يعني انا عملت دي خلفي، ده عمود عادي اهو، ده اللي عليه الدور، فالف بقى الابرة من ورا ده عمود عادي، فهكمل السطر بتاعه الطولي، سطر الطولي ده عمود عادي، وده هيبقى خلفي. ده عادي هكمله عادي، وده هيبقى خلفي اهو، الابرة بتلف كده، الابرة بتلف كده. تمام، نكمل. يعني الاثنين انا بشتغلهم كده كده مع بعض، على لو عايزة اعمل عواميد طولية زي ما قلنا هنا، طولية بارزة، فلما ابدأ السطر الاولاني بالامامي، لما اجي الفه اعمله خلفي دي كده، علشان يفضل العمود عندي بارز واخد نفس الطول، طول ما احنا بنطلع لفوق او بنرتفع واخد نفس الطول. الامامي سطر الامامي، السطر اللي بعده خلفي، وهكذا السطر اللي بعده امامي واللي بعده خلفي وهكذا.